من الابراج برضو اللي تعرفيها قوي ست الاسد، ست دايما انيقه بشكل نادر، يعني صعب انك تتلخبطي بينها وما بين اي حد، لان عندها اناقه كده مميزه جدا في لبسها وفي تعاملاتها. الجدي هو ليه شكلين، بيبقى قصير وجسمه قليل او طويل وعريض، لكن اكتر صفه مميزه فيه انه دايما لما بيمشي بيمشي ببطء لانه حذر، ما تلاقيهوش دايما وهو بيتعامل لا وهو قاعد معاكي بيعمل الحاجات بسرعه ولا يمشي بسرعه، دايما الحاجات كلها بالراحه لانه شخصيه حذره. بس بيتكلم بسرعه. لا مش كلهم، لو هو جدي جدي ما يتكلمش بسرعه، بالعكس يتكلم بالراحه، ودي اكتر صفه تعرفيه بيها لما تبقي قاعده في قاعده فيها جدي، هتلاقيه دايما بيركز وبعد كده يتكلم بالراحه. ده الرجاله ولا الستات كمان؟ لا الستات هتلاقيها انيقه وهتلاقيها بتصاحب القعده كلها لهدف انها تعرف خلفيات الشخصيات كلها اللي هتتعامل معاها، لان هي من اذكى الابراج برضو في الستات. ست مثلا الحمل تلاقيه دايما بيتحرك بسرعه وبيتكلم بسرعه، هو والجوزاء. الراجل الراجل والست.